في الألبان قد ايه؟ معروف ان هو في الريف 7-8 كيلو، عندك هنا قد ايه؟ انا متوسط اللبن عندي هو وصل 10 كيلو تمام، وبيبتدي يعلى معايا. طبعا بيختلف عن صيف عن شتاء تمام، بس اهم حاجة عندي بالنسبة لي ان جودة اللبن نفسها اللي بتوصل للمصنع اللي انا بوصله تمام، ان هي تبقى جودة عالية. بجد انت بتأكل الجموز بتاعك شوكولاتة؟ الكلام ده اتقال لي وانا جاي. صراحة بأكله شوكولاتة، يعني مش عاوز حد يزعل مني، بس انا فعلا بأكله شوكولاتة. ازاي وعصرها ايه؟ اللبن بينزل ريحته ايه؟ احكي لي كده. اول حاجه بالنسبه للبن هو مش يعني دي رفاهيه يعني، ولا ده حاجه عشان توفر لك في حاجه؟ لا هو الصراحه هي حاجه هتوفر، دي اول حاجه تمام، هتزود الانتاج تمام، يعني هتعدل يعني هتعلي معدلات الانتاج بتاعت اللبن تمام، وفي نفس الوقت يعني عشان تستخدم مواد زي دي تمام واعلاف زي الشوكولاته تمام، اول حاجه يعني هي مش قصه اكل شوكولاته وخلاص، لا هو لازم في معايير لازم تبقى يعني واخد بالك منها كويس جدا. انا صراحه معايا دكتور محمد بكر استشاري التغذيه، يعني محقق معايا نتائج رهيبه صراحه في قصه الاعلاف الغير تقليديه، منهم الشوكولاته. الشوكولاته دي بتبقى جايه منين؟ انا ما بروحش اجيب شوكولاته من السوق والكلام ده، هي بتبقى يعني حاجات طالعه هوادر من المصانع والحاجات كده تمام، بتخش تمام في من العليقه ضمن العليقه بالظبط كده. اسعارها بالنسبه عشان هي بتخش بنسبه من الذره تمام، فهي ارخص من الذره صراحه، فهي بتوفر عليا. شوكولاته ارخص من الذره؟ شوكولاته ارخص من الذره، فبستبدلها من الذره، وساعات بتوصل سعرها يبقى قريب من الذره، بس هي مصدر طاقه عالي، فلما بستخدمه مع الحيوانات تمام، يعني يعني بالنسبه للالبان فهو بيعلي نسبه الدهن، نسبه البنت بتاع اللبن تمام، وفي نفس الوقت بيعلي نسبه الانتاج تمام، دي تاني حاجه. وتالت حاجه ان هو مصدر طاقه عالي، فهو يعني حاجه كويسه جدا في الشتاء، فالشوكولاته يعني مصدر طاقه عالي.